اللي برا العالم وليس هو الله. اذا معناها في حاجه ثالثه في الله تعالى في الفراغ الفاضله وفي بعد كده العالم. احنا انما التعريف ده غير صحيح لانه تعريف العالم كل ما سواه. يبقى لا يوجد حاجه اسمها خارج العالم لانه خارج العالم معناها الذات الاله معناها كده الله رب العالمين. ولو كان الفراغ ده الموجود خارج العالم هيبقى قديم ولا حادث؟ لو كان قديم يعني معناه هيبقى في عالم قبل العالم عالم فاضي فخلق ربنا فيه العالم ليه المليان ده الممتلك. يعني انت جبت كرتونة فاضي كده حطيت فيها كرتونة تاني بالداخل يبقى في كرتونتين ولا واحدة؟ في اتنين. الاولانية قديمة ولا حادث؟ هندخل في ايه؟ هذا غير صحيح. لا يوجد حاجة اسمها خارج العالم. يبقى كده الله تعالى ذاته وصفاته بعد كده ايه العالم اللي هو الموجود ده. والله لا داخل العالم ولا خارج. ما ينفعش داخل العالم وما ينفعش خارج العالم. يعني خارج العالم معناه في عالم تاني. زي ما نقول لك فلان راح الخارج. ايه معنى راح الخارج؟ يعني خرج من العالم ولا داخل؟ خرج من الاقليم اللي هو فيه الدولة او المنظرة انما فيه ممتد ايه في وجود العالم. يبقى ما فيش ايه امتداد او مقدار لاستلزام التجذب. وقوله في الامكنة يعني نفي الحلول في الامكنة بحيث يكون متحيزا فيها من الجهات الاربع فيكون مفتقرا لها وهو ينافي مقام الالوهية. يعني الجهات الاربع اللي هم ايه الجهات الاربع عندك اليمين والشمال وخلف وكذا قلتهم ستة هيبقى الفوق وايه والتحت. يبقى كيف يكون تعالى متحيزا يعني في جهة من هذه الجهات وهو خالق لهذه الجهات كده؟ بعض الناس يقول لك لما هو سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بالعلو والعلو ده معناه فوقية والفوقية معناها جهة. فالعلو ده وصف ذاتي لله تعالى قبل أن يخلق الأمكنة والأزمنة. ومن أراد أن يفهمه فليتأمل في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني هو تعالى علي بذاته قبل أن يوجد جهة أو مكان أو زمان لأنه تعالى خالق الجهات والأزمنة والأمكنة. يبقى لو قلت كده افهم هو علي قبل الخلق ولا مش علي؟ قبل الجهات علي. السؤال هنا إذا كانت ثابتة له هذه الصفة قبل أن يوجد شيء فكيف يكون علوا مكانيا؟ وما فيش مخلوقات وهو العلي العظيم. هذا علو ذاتي وعظمة ذاتية لأنها لو كانت جهة لا توجد جهة. يعني تعالى بعض الناس مثلا سئلت كان في الحج وبيقول لي ايه بيتكلم مع واحد يقول له كده هل بيثبت الجهة يعني يقول ان الله تعالى في السماء تمام كده واتبع ظاهر النص اللي هو القرآن أأمنتم من في السماء رغم ان القرآن النص واضح هو كل ما ولا يستطيع احد ان يتكلم لكن هل قال من في السماء؟ يعني ايه معنى أأمنتم من في ان يخسف بكم الارض؟ هل هنا تكلم عن ان ذاته في السماء؟ لا يقول من في السماء ومن ده اسم ايه موصول ولذلك ممكن يكون يعني من عذابه في السماء مش كده الآية الثانية هو القادر على ان ينزل عليكم عذابا من فوقكم ان هل تأمنون العذاب الذي ينزل عليكم من السماء. ما تكلم عن ايه عن جهة ولا ذات. المهم فتمسكوا بهذا الايه اللفظ أأمنتم من في السماء فحل المشكلة بكلمة واحدة فقط تقول كده له
هل المراد هنا من في السماء؟ أي سماء؟ سألت كده أي سماء؟ والسماوات سبع، خلق سبع سماوات، هل تقصد الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة إلى إيه؟ السابع. قال فوق العرش، عشان آية إيه؟ استوى على العرش. طيب العرش أنت عارف العرش في أي سماء؟ العرش خارج السماوات كلها، بر السماوات خالص، محيط بالعالم كله. يبقى معناها هنا ما فيش هنا ولا سماء، ده العرش بره خالص، بين السماوات، السماء السابعة وبين العرش مسيرة 500 عام، بينه وبين الكرسي، وبين الكرسي وبين العرش، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة فيه في فلاة، والسماء الأولى بالنسبة للثانية والثالثة. يبقى معناها إيه؟ ما فيش أي سماء، فلا تستطيع أن تقول السماء السابعة. إن قلت فوقها خارجها يبقى ليس فيها. ده السؤال الثاني، هل السماوات كلها والعرش مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ يعني وجدت بعد عدم، يعني حادثة. طب قبل وجودها مش هينفع نقول ما فيش خلق، هنقول أين، حتى أين يعني هذه الأداة، أين ومتى وإيه تاني، ويعني الذات الإلهية لا تدخل تحت مطلوب ما ولا أين ولا متى ولا كيف. الأدوات الاستفهام دي ما تدخلش على الإيه؟ الذات الإلهية، إنما تقع تحت مطلوب هل، ولا تقع تحت مطلوب ما ولا كيف ولا إيه متى. ما ينفعش، ما هي كل هذه أدوات الاستفهام ما تدخلش على الإيه. يعني معناها لا توجد سماوات ولا سابع ولا يوجد عرش. فلو قلنا له أين كان، يعني كأن احنا سؤالنا نفسه خطأ، معناها كأنه في مكان ونسأل أو في أمكنة، فأين في هذه الأمكنة كان، كأنه اللي بيسأل نفسه بيثبت المكان ما دام قال أين قبل ده. هذا خلافا للمجيب، اللي بيسأل يثبت المكانين، الإجابة حتكون إيه؟ لا بد أن تكون بإثباته. إذا الأصل عدم السؤال، لأننا متصور أماكن، فأقول لك فلان ده مثلا أي واحد منه في أي مكان، لو كان ما فيش أماكن أصلا فكيف أسأل أنا أو أقول في أي مكان، كأن أنا أثبت الإيه؟ المكان. فلا بد المجيب أن يجيب بالمكان، يبقى السؤال أساسا غلط لا يسأل به. خلاص لا هنجي بعد كده للكلام الثاني. ممكن بناء على القضية اللي تسلم الخصم بها حتى ولو كانت خاطئة، ما هو انت بالنسبة له بعد كده اردت النتائج المترتبة عليها. ما هو انت اذا سلمت بها، اذا سألت هو سلم بها، فسؤالك ده تسليم بما سلم به، تسليم، لكن انا المترتبات اللي هترتب على هذا التسليم هتكون إذا أنت كده اسمها مجارات الخصم، دي موضوع تاني، يعني كأنك تريد أن إيه تلزمه بلوازم حتى إيه تبطل تريد ده مجارات الخصم، زي الحجة التي استعملها سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلما جن رأى يعني كأنه في الظاهر سلم بما يقولون، لكن عشان يبني عليه أشياء تاني ينقض الأصل الأول. ممكن بهذه الطريقة، بس مش أي واحد يدخل فيها، لازم يكون إنسان فاهم. ما فين الفخر الرازي في زماننا ده؟ أو فين الرازي من غير الفخر؟ إذا كان بالطريقة دي ممكن، بس هما حيورطوك في أشياء ثانية، خليك بعيد عنها. مولانا ليه ما هو ما تثبتش الستة إلا بالأربعة، زي ما فين الأربعة إذا كيف، يعني ما فيش لا يمين وما فيش شمال مثلا. تعال كده، أول حاجة إن حبيبنا البيت مش في جهات كده، إذا ما وجدتش الجهات الأربعة فكيف يوجد السقف؟ ما هو ده مبني على ده، يعني هي الأمهات أو هي أساس أتبني عليها على الهواء مش هيجي. أيوه هو ما يعني هل هي ثابتة؟ أصل في المنام ما في شيء يعني يحيله العقل، إنما هل هي ثابتة؟ المشكلة في ثبوتها عن الإمام أحمد رضي الله عنه، إذا ثبتت ما فيش إشكال،
لانه في المنام لا في جهة ولا في مثلا ولا حتى عينك، حتى الاشعة اللي بيقولوا عليها تخرج من العين انت نائم، العين مغمض. فكل هذه اللوازم التي تؤدي الى نفي الجهة لا تثبت مناما. المنام ده له احكام ثاني ولا ندركها ونفهمها الا اذا نمنا كده وشوفنا ليه جربنا النوم، ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا بالخلق ولا ما دام اتنفيت واحده هينفل ايه الكل، ولا بغير ذلك من صفات الحوادث اذ لو كان مماثلا لها سبحانه وتعالى لوجب له ما وجب له. شوف العباره جميله، لو كان مماثلا لها المتماثل، حتى في احكام التجويد حكمهم ايه؟ حكم المثل حكم ايه؟ نفس المثل. ما دامت مثلين يبقى ما يحكم به على هذا المثل يحكم به على مثله، لان هذا مثل ايه؟ هذا. فالمتماثلان احكامهما ايه؟ واحده. يعني لو كان مماثلا لوجب له ما وجب لها. ايه اللي وجب لها؟ الحدوث. وكل المتماثلات حادثة فيكون ايه؟ حادثا مثلها. ولوجب له الافتقار لانها كلها ايه؟ مفتقرة الى موجب. اذا هذا معنى ايه؟ نفي ايه؟ المثلين. نيجي بعد كده للايات اللي هي ايه؟ النصوص اللي اتكلمنا عليها. فاكرين في المرة الماضية قلنا انه في قواعد مهمة لفهم الايه؟ لفهم الآيات الواردة في إثبات الإيه؟ اليد مثلا، الاستواء، العين، الوجه، اتكلمنا عنها وقلنا إنه الأولى والأحسن والأفضل أن نسميها إضافات. يعني هي ما نقول، كيف نقول هي صفات؟ أنا سألتك مثلا صفات الله إيه؟ ها مثلا او ما الذي يمكن ان يوصف به سبحانه وتعالى؟ هتقول ايه؟ يوصف مثلا بالعلم، يوصف بالقدره، يوصف بالحكمه. وقلنا بالصفات السلبيه دي السلوك التنزيهات، ما عداها ايه؟ مستلزم لها. يعني هي جمعت كل التنزيهات، يعني نفي النقائص اما في الجمله يا اما في ايه؟ في التفصيل. لا. وبالنسبة للصفات الوجودية الثبوتية الكمالات، أمهاتها أو أساسها سبعة، ما عداه مندرج فيها. يعني ليه اقتصر على سبعة؟ لا، الصفات ثابتة سواء كان سلبية بنثبتها على أنها سلوك. طب والمعاني؟ على أنها صفات كمال وجودية. واحد يقول لك لماذا اقتصروا على خمسة؟ ما ربنا منزه عن كثير ده التنزيهات أو السلوك كثيرة. نقول ما عداها راجع لها، يعني هي الأمهات أو هي المهمات أو هي الكليات الأصول. طب بالنسبة لصفات المعاني برضو ما عداها هي راجع إليها. خلاص كده؟ يبقى معناها احنا نصف الله تعالى بكل ايه؟ كمال، وننزه تعالى عن كل ايه؟ نقص. طب لماذا لم نكتفي بهذا وفصلنا؟ قلنا خمسة سلبية وسبعة ايه؟ معاني، وسبعة معنوية، وصفة نفسية. قلنا احنا نفصل حيث ايه؟ فصل الشارع، ونجمل حيث اجمل. فالحق سبحانه وتعالى بعث رسله وانبياءه باثبات مجمل واثبات مفصل، وبتفصيل ايضا، وبنفي مجمل وبنفي مفصل. فالمسألة احنا ماشيين فيها على حسب ايه؟ ما جاء به الشرع. الشرع اثبت اشياء بالتفصيل، وفي نفس الوقت اثبت تنزيه بالاجمال، وكذلك ايه؟ جاء في النفي مجمل وايه؟ ومفصل. فاحنا نسير ايه؟ او نسلك ما سلكه الشرع. كل في نعم كل في ايه ده؟ التفصيل والاجمال؟ لا، في في صفات الذات وفي صفات الافعال، هذا موجود وهذا موجود. التفصيل والاجمال في كل ما ايه يوصف به الحق. يعني مثلا صفه الرحمه، صفه الفعل، صفه الذات. نعم صفه الرحمه، الله عز وجل رحيم. صفه الفعل هو الذات. يمكن ترجعها الى الذات وممكن ترجعها الى الفعل. وكلمنا في ذات كلام ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم في الاول. لو جعلناها صفة ذات يبقى راجعة للإرادة، يعني هو مريد الإحسان.
تمام كده، وراجع للقدره يمكن تنفع كده وتنفع كده، فيما يرجع الى الفعل وحده والى الذات وحده. ناتي الى ايه القواعد المهمه. التفصيل وحلقت للتفصيل الان. اذن قلنا كده اسباب ايه سبب يعني عز بن عبد السلام بيقول الشرع عفى، عفى عن مين؟ عن المشبهة والمجسمة. ما في حكم كده بالقطع على كفرهم او على، ولكن ايه لان الناس مستواهم او افهامهم ليست واحدة، عقولهم ليست متساوية، ففي بعض الناس من قصور العقل لا يتصور او لا يفهم موجودا كده في غير جهة وفي غير مكان، ولا على يمين شيء ولا على شمال شيء، عقله مش ممكن يقبل هذا. هيقول لك بعض الناس لما ناقشناهم قال لك لما هو ليس فوقا ولا تحتا ولا يمين ولا شمال، قالوا هذه صفات المعدوم، يعني معناها ما فيش حاجة، معناها كده. هو ليه؟ لأنه هذا الكلام صحيح، ولكن في الموجود الحادث، لأن الموجود القديم هو مش فاهم القضية من أساسه. وبعدين قلنا أقرب شيء إلى الإنسان، أقرب شيء إليه جسمه ذات كيان. فالعرب قلنا استعملت ألفاظ أسماء أعضاء الإنسان أو الحيوان للتعبير عن أجزاء مادية لبعض الأشياء بسبب نوع من التشابه، ومش استعملوها كمان في الـ في الـ في المادية وأيضا في المعنوية، وهذا أمر عجيب. تعالى كده مثلا عبروا عن بعض الأجزاء المادية لبعض الأشياء بسبب نوع من التشابه بين مكان أو شكل الجارحة أو شكل ذلك الجزء المادي للشيء. فمن ذلك قولهم كنا أقرب شيء إلى الإنسان جسم الإنسان، فقالوا أطلق أعضاء جسمه أو هيئة جسمه على جميع الأشياء المحيطة به من أمكنة وجبال وأشياء. فيقول مثلا الإنسان فلان إيه صعد إلى رأس الجبل، يعني إلى قمته، ليسمى الجزء العالي من الجبل سمى رأس، لأن الإنسان الجزء العالي في أعلى ما فيه إيه رأسه، فأي شيء عالي بالنسبة لغيره يعني بيجعل كل حاجة لي كأنها مماثلة لي حتى الجبل، فيقول لك رأس الجبل كده. ويقول لك مثلا بطن الوادي، يقول لك فم الغار، الغار في فتحة كده، فشبه الفتحة اللي بيدخل منها في الغار دي بفمه، لأنه الحاجة المفتوحة اللي بيلتهم منها. وحتى في القرآن الكريم ببطن مكة، فين بطن مكة أو فين ظهر مكة وفين جنب مكة وفين رقبة مكة وفين، معناها كده ما لو انت حبيت تفصل حتستجمع ان تجعل لمكة كل ما لك ايه من رأس وأذنين ولسان وشفتين ورقب كل اعضاء ايه جسمك. وبعض الناس يقول لك كده ايه عنق الزجاجة، ليه؟ لانه العنق ده الجزء اللي الرفيع اللي هو بيحمل اليه الرأس، فشبه عنق الدجاجة ده بعنق الايه الاطلق، وتسمية شائعة ومعروفة. ويقول لك رجل الكرسي، اسنان الايه المش، حتى الحديث اللي فيه الناس وايه زوازية. ولم يقتصروا على استعارة، ده اسمه استعارة، ده في تصريحية وفي مكنية، لم يقتصروا على استعارة أسماء جوارح الإنسان للتعبير عن أشياء مادية زي رأس الجبل وفم، أشياء مادية محسوسة، ولكنهم تجاوزوا ذلك إلى أن استعملوها في أمور معنوية. فقالوا إيه قامت الحرب على قدم وساق، استعملها مش في أشياء محسوسة، استعملها في أشياء غير محسوسة. أو يقول لك مثلا إيه فلان ده رأس الفتنة، يعني الفتنة ده هل أمر محسوس ومع ذلك الفتنة لها رأس، يعني لما يقولك فلان رأس الفتنة في علاقة بين الاثنين، يعني رأس الفتنة يعني موجد هذه الفتنة ومدبرها. فلما كان هو مدبر، والإنسان لما يدبر شيء يدبر وفكر فيه بإيه برأسه، فهل ده رأس الإيه الفتنة. وحتى في الحديث الشريف قال مثلا رأس الأمر،
الإسلام وعموده، يعني جعل الأمر يعني رأس وجعل له عمود وذروة إيه تنام. وإحنا نستعمل في البحث والكلام مع بعضنا يقول لك للمسألة وجوه، يعني المسألة دي إيه لها أكثر من وجه. إيه معنى أكثر من وجه؟ يعني أكثر من احتمال أو معنى تحتمل عليه، مش لها وجوه. الأمر إيه معنى. كذلك نقول لك إيه هذه ذيول القضية. القضية لها إيه أذيال، لها ذيل، مش ذيل واحد، ده لها ذيول. ويقولون فلان مثلا، ده الشيخ فلان له قدم راسخة في العلم، وجعلوا قدم وجعلوها راسخ، ومش في شيء محسوس، في شيء إيه في شيء معنوي. وتقول أنت فلان له علي أيادي كثيرة، يعني معناها إيه له علي أيادي كثيرة، يعني جمايل أو نعم أو كذا. واستعمل هذا التعبير، القرآن الكريم استعمل الأشياء المحسوسة دي في أمور غير محسوسة حتى في القرآن. قال تعالى عن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فين اليدين بتوع القرآن؟ فين الخلف بتاع القرآن؟ فين اليمين وفين الشمال؟ ممكن تخلوها على المصحف؟ لا، ده القرآن عن الكلام، كلام الله تعالى. يبقى إذن ليس المراد لا يأتيه الباطل وهو المصحف، وإنما المراد الكلام الإلهي. لو فرض إن عدمت المصاحف كلها هيضيع القرآن، محفوظ فين؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى في موجود في الصحيح أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، بمعنى أنه لو جبنا المصاحف كلها حطناها وانعدم الحجر وراحت، نكتبها من جديد في الحال، حفظ الموجودين واللي عنده السبعة واللي عنده العشر، ونكتب جميع الروايات، ولا يضيع من القرآن شيء، بخلاف الكتب الأخرى لو أنها يعني احترقت أو انعدمت لا يوجد نصراني أو يهودي يحفظ التوراة أو الإنجيل، ولا يستطيع أن يكتب منها صفحة واحدة بعد انعدامها. إنما القرآن لما قتل حملة القرآن في الحروب الردة وغيرها، هل ضاع شيء من القرآن؟ كتب القرآن وهو كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضع منه حرف واحد. ليه؟ لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. التعبيرات دي كلها استعمالات عربية استعملت أسماء الجوارح بسبب أن أقرب شيء إلى الإنسان جسمه في أمور معنوية وفي أمور غير إيه؟ معنوية. يعني استعملوها في معاني معنوية جديدة مغايرة تماما للمعنى الحسي اللي هو الأصل الجارحة، أي لم تعد الجارحة هنا مطروحة أصلا، يعني ما يخطر ببال أحد أنه بين يديه يدي القرآن أنه في يدين محسوستين ولا غير محسوستين. لأن العرب تسمي الجهة المسامسة للإنسان ليمينه وشماله يسموها إيه للأمام، يسموها إيه يدين. زي ما يقول تعالى في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يعقل بين يدي الله تقديم، إنما بين يدي مين؟ بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الجهة اللي أنت كده جلست بين يديه، يعني يعني في الجهة المحاذية أو الموازية ليمينه وشماله، فسمي الجهتان اللي هم تقابل الإيه اليدين اليمين والشمال سمي إيه يدين، من باب تسمية الشيء بما جاوره، من باب أن تسمي الشيء بما إيه بما جاوره. فالقرآن الكريم نزل به بلغة العرب واستعمل إيه الألفاظ التي نستعملها، ولا يمكن أن نفهم من هذه الألفاظ جوارح حيث استخدمت في القرآن الكريم، وإنما نفهم سياق الكلام الذي تدل عليه. فالقرآن الكريم اعتمد على الأساليب العربية الفصيحة في البيان وطرق التعبير والألفاظ التي يتكلم بها الإنسان موضوعة لعالمه المادي الذي يعيش فيه. كنا خذ من جسمه وسمى الأشياء المحسوسة زي الجبل والكرسي ويد الفنجان وغيره،
وسمى الأشياء المعنوية بنفس الأعضاء التي في جسمه. يبقى إذن هنا نفس الأسلوب الذي نزل به القرآن الأسلوب العربي حتى يفهم الإنسان ما في عالم الغيب. خاطبه الله تعالى بهذا، خاطب الناس أو كلم الناس بما تفهمه إيه عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن في نفس الوقت جاءت الأدلة القاطعة في القرآن الكريم على التنزيه. يبقى ما يخاطب به الإنسان من أجل الفهم، وليس هو على إيه على حقيقة الأمر، لأنه لا نعلم العالم الأخرى الألفاظ الموجودة دي. واللغة التي نستعملها إنما هي لعالمنا المادي الذي نعيش فيه. حتى في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا إيه أذن ولا خطر على قلب بشر، فلا توجد ألفاظ في اللغة تعبر عن الأشياء الغيبية، لأن الألفاظ دي مستعملة للعالم المادي المحسوس الذي نعيش فيه. فإذا جاء شيء في الـ في الـ في العالم الآخر أو في الغيب، يقول تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أو قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، جاء بلفظ مبهم، لأن الألفاظ لا يمكن أن تعبر عن إيه عن المعاني. يعني لا توجد في اللغة ألفاظ تتحمل المعاني الغيبية. إذا جاء بألفاظ إيه مبهمة فغشياهم من اليم، إذا كان في المحسوسة فغشياهم من اليم ما غشى، يعني مهما قال لك بأي عبارة لا يمكن حتصور المعنى الذي يريده القرآن، فيجيب لك الإيه العبارة المبهمة حتى تجول النفس فيها بكل خاطرها. فغشياهم من اليم إيه ما غشى، إفهام ذي مثلها جبال يم ما غشياهم، يعني أنزل الله عليهم يعني جبال، كيف يعني لا يمكن تفهمها بأي عبارة إلا بهذا الأسلوب المبهم. إذ يغشى السدرة إيه لا يمكن توجد عبارة أفضل، ما يغشى يعني الذي غشيها، أبي هو الذي غشى هكذا أنت فهمت حاجة ما فهمت. إذ يغشى السدرة، السدرة إيه الأنوار العظمة ما يغشى، فمش هتتحمل ايه العبارة، فلا بد ان يؤتى بها. انت لا تستطيع وصف ملك من الملائكة على حقيقته، بس تستطيع وصف جبريل ده له 600 جناح وده مخلوق، يعني هذا مخلوق حادث، فكيف نتكلم في صفات الله تعالى؟ قال اسلم ايه الوقوف كده ليس كمثل شيء، يعني ما يؤدي الى المثلية او المشابهة او المطابقة او المناسبة او المجانسة، كله ايه منفي. والشيخ الله يكرمه الشيخ صاحب كتاب النبأ العظيم الشيخ محمد عبد الله قال يعني جاءت الآية بزيادة أداة تشبيه، يعني لو قال كده ليس مثله شيء بدون الكاف، فقال كده ما هو السر في زيادة الكاف، يعني الكاف دي أداة تشبيه ومثل أداة ايه تشبيه، يعني كأنه معناها ليس مثل مثله، معناها كده. يبقى لم ينفي الله تعالى المثل إنما نفى مثل المثل، حتى يكون نفي المثل أولى. قالوا كده بعضهم قال معناها إذا نفى مثل المثل يبقى نفي المثل من باب أولى، يعني كأنه أنت مش ليس لك مثل، ده ليس لك مثل مثل، فقالوا نفي المثل من باب أولى. وممكن نعكس نقول إذا نفى المثل ينفى مثل الإيه المثل، لأنهم من باب أولى. لكن قال هذا السر في زيادة الكاف إيه، قال هي معنى الآية كده ليس كهو شيء، ليس إيه كهو يعني كذاته شيء، يعني ذاته لا يشبهها شيء، ولكن السر في زيادة الكاف أن العرب الذين زعموا أو المشركين أو غيره أن زعموا أن الله تعالى له مثل، لم يجعلوا هذا المثل مماثلا أي مساويا في نفس المساواة أو المنزلة أو الدرجة بالنسبة لله، بل جعلوه مثلا مقاربا، يعني مش مثلا مساويا يعني مثل مقارب، فلم يزعموا أن هنا له مثله، ولكن حتى الآلهة اللي عبدوها قالوا إيه
ما جعلوها في نفس المنزلة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني جعلوا الحق في أعلى المنزلة ودول آلهة بس يعني في درجة أقل. فلم يزعموا المثل المساوي، وإنما الذي زعم هو المثل المقارب، ولذلك جاءت الكاف، لأنه لو قال ليس مثله يعني معناها المماثلة الإيه المتساوية، ولم يقل بها أحد حتى الكفار، فعشان كده جاءت إيه الكاف. لذلك قال جعلهم إيه ليقربون، أو قالوا هؤلاء إيه شفعاؤنا عند الله، كده شفعاؤنا عند الله، منزلتهم إيه أقل، لأنه لو كانوا في نفس الدرجة ما مش هيبقوا شفعاء، فالشفيع درجته إيه أقل من الذي يشفع عنده، دي معروفة. فقال هذا هو إيه السر في زيادة إيه الكهف. يبقى لو أنت استقصيت عبارات القرآن تجدها إيه بتتكلم بما يفهمه الإنسان بمثل ما يفهمه، يعني الإنسان هيفهم إيه، يفهم ما يستطيع أن يفهمه من عالمه المحسوس، وآيات التنزيه في القرآن الكريم آيات محكمات قاطعات صريحات، أما النصوص اللي فيها إيه ها معاني موهمة للتشبيه سموها إيه متشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب إيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر إيه متشابهات، فيجب رد إيه؟ رد المتشابه إلى المحكم، ليه؟ حتى لا يكون هناك تناقض أو تعارض بين آيات القرآن مع بعضها. يعني مسكت مثلا أأمنتم من في السماء، وجد بالآية الثانية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل إيه ده؟ تعارض. طيب لو مسكت مثلا قوله تعالى فأينما تولوا ها فسمى وجه الله، خلاص كده يبقى معناها هنا حاجة في تعدد، في انسان مولي كده، في انسان مولي كده، الجهات مختلفة، وفي كل جهة فيها ايه وجه، يبقى كده هيؤدي الى ايه الى الشرك لو خدت بالمعنى الايه الظاهر. تعالى مثلا لقوله تعالى كل شيء هالك الا ايه الا وجه، لو انت اخذت بالمعنى الظاهر لك يبقى معناه هذا يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى أن كل ما أثبته الله تعالى ما عدا الوجه فهو هالك، يعني فاني، يبقى هيؤدي إلى فناء. لو خدنا اليدين بالمعنى المحسوس الظاهر يبقى معناها اليدين ستفنيان، طب القدم كل حاجة إلا الوجه، إذا جعلناها في أعضاء، وهذا يؤدي إلى الكفر الصريح، يعني معناه كأن الفناء حيلحق بالذات الإلهية. يبقى هنا ليس أمام القائل بالمعنى الظاهر إلا أن يؤول فيقول الوجه المراد به الذات، وإلا لو جعله عضوا أو جارحة يبقى حيثبت إيه أن الفناء يلحق به بالذات الإلهية. هو لا ما هو ما فيش حاجة، ما هو تعالى حتى ابن كثير في التفسير مثلا جاء عند الآية دي بالذات وقال أوجهه أي ذاته، ولم يستطع أن يقول وجه ذلك الوجوه أو وجه كما يستطيعش، فهنا جاء بالتأويل، رغم أن القاعدة الأساسية إيه عدم القول بإيه بالتأويل. فإحنا لازم نكون على إيه المنهج. تعال مثلا نرجع إلى سلفنا الصالح رضي الله عنه ونجد أنه هذه النصوص، بعض الناس كده يقول لك هذه العبارة ويتمسك بها تمسكا كبيرا، نثبت ما أثبته الله تعالى لإيه لنفسه من غير إيه كيف ولا إيه ولا تشبيه ولا تعطيل. لا ليس هناك منازعة في الثبوت، ولكن المنازعة في إيه في الدلالة. إذا ما في عندنا نزاع في إثبات هذه الألفاظ، لكن على أي وجه تثبت؟ هل تعرف الفرق بين الثبوت وبين الدلالة؟ عندك كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية، تعمين ده ابن القيم، وكتاب ثاني اسمه اختصار الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطل، كتابين لابن القيم، وكتاب رد الدارمي على بشر المريسي، وكتاب التوحيد لابن خزيمة.
هذه الكتب وأمثالها اشتملت على ايه؟ اشتملت على حشد وجمع العبارات وأقاويل السلف في تلك الأبواب. يعني كل ما جاء في القرآن من الآيات دي حصروها. فقال كده باب في صحيح ابن خزيمة كتاب التوحيد، باب في إثبات الوجه، باب في إثبات العين، باب في إثبات القلب، وهكذا. حتى لما يقول لك وجه عين كذا يجعل الإنسان كده بدون أن يشعر صور أمامه جسم كما إيه كما هو جسم الإيه الإنسان. فتنزيل تلك العبارات على فهم المصنف ومذهبه يبقى عندك حاجتين. خد بالك في الكتب دي اشتملت على شيئين، الشيء الأول جمع الإيه النصوص والعبارات من الكتاب الكريم ومن السنة. الأمر الثاني هو تنزيل تلك العبارات على فهم المصنف ومذهبه ومحاولة إبراز مطابقة عبارات السلف لما يقرره المصنف ويدعو إليه. الأمر الأول حق اللي هو جمع النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، والأمر الثاني لا نقول باطل، لما يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، وذلك لأن أحدهم ربما وقع له في فهم آيات الصفات. احنا قلنا الأول احنا مش موافقين على ان نسميها آيات صفات، بنسميها إضافات، يعني وردت في القرآن الكريم مضافة إلى الله ولم ترد على أنها صفة لله زي العلم والحكمة والقدرة. قال تعالى يد الله ولتصنع على عيني، خلاص كده، فسمى وجه الله، يعني ورد ذكرها مضافة إلى الله ولم يرد أنها إيه صفة زي القوة وزي العلم وزي القدرة. يجي بعد كده يقرأ هذه النصوص فيفهم منها فهم. فلما يجد السلف استعملوا هذه الألفاظ فيظن أنهم فهموها كما فهمها، السلف استعملوا في كلامهم العادي عبارة اليد وعبارة الوجه ونسبوها إلى الله وغير ذلك، ولكن السؤال ما الذي فهمه السلف من هذه النصوص؟ ده شيء آخر. كون السلف استعملوها أو أثبتوها لا إيه لا منازعة في ذلك، لكن ما هو الفهم الذي فهمه السلف؟ فيظن المصنف أو الكاتب أو القارئ أن السلف فهموها كما فهمها، فيجعل فهمه فهم مين؟ فهم السلف. زي ما جاءني واحد بيقول لي إحنا ليه يعني نأخذ بأقوال الرجال مثلا بقول مالك وأبو حنيفة وأي إنسان مثلا، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه، لماذا لا نأخذ مباشرة إيه من رسول الله من كتاب الله وسنة رسوله؟ يعني هل الأولى أن نتبع مالكا وأبو حنيفة وفلان مهما كان، أم نتبع ما جاء به الذي قال الله له أو أمرنا باتباعه وقال واتبعوه لعلكم تهتدون؟ عارف السؤال ده المغالطة فيه من ايه؟ لو اي انسان، لا حتى مش قيل لك ابو حنيفة ولا مالك، لو قيل لك حتى اتتبع ابا بكر الصديق ام رسول الله، حتجاوب تقول ايه؟ الرسول على مباشرة، لا يقدم احد على رسول الله. لكن السؤال الصحيح مش هو كده، السؤال هل اتبع ما جاء عن رسول الله تعالى بفهم أبي حنيفة ومالك والثوري أم بفهم فلان وفلان من العلماء؟ حتكون الإجابة إيه؟ لا، بفهم مين؟ السلف الصالح وليس بفهم من المعاصرين. فشوف المغالطة، بدل ما يقول لك أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أم تتبع مالك أو أي أحد، هتقول إيه؟ الرسول. لكن لو قيل لك هل تأخذ ما جاء من كتاب الله وما جاء عن رسول الله بفهم أبي حنيفة ومالك أم بفهم أحد من المعاصرين مهما كان، حتكون الإجابة إيه؟ السابقون السابقون أولئك هم أفهم الناس وهم يعني أقرب الناس إلى عهد النبوة. فبدل ما يسألك السؤال ده فسألك سؤال إيه؟ آخر، فكانت الإجابة مختلفة، لكن المعنى الذي يقصده هو المعنى الذي إيه؟ قررناه الآن. تعال مثلا نأخذ من كلام السلف عشان نفرق بين الخلط هؤلاء بين الثبوت وبين الدلالة. يعني ظنوا أن ما فهموه هو إيه؟ ما قال به السلف لمجرد استعمال السلف لهذه النصوص.
مثال ذلك انهم يحتجون بالفوقية. انا اقول لك ايه اثبات الفوقية يحتجوا عليها بايه؟ يقولون لك في الصحيح السيدة زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها قالت زوجني ربي من فوق سبع سماوات. هي كانت بتقول كده زوجني ربي من فوق سبع سماوات. فهل عبارة السيدة زينب هل هذه العبارة بسبيل الى ما هل زادت الا ان استعملت اللفظ القرآني وادرجته في كلامها؟ هي قالت كده زوجني ربي من فوق سبع سماوات. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى يخافون ربهم من ايه؟ ويقول تعالى هو القاهر فوقه. فهي لم تجد ان استعملت لفظا ايه قرآنيا. لكن ما الذي يبين لك كيف كانت زينب رضي الله عنها تفهم الفوقية؟ هل كانت تفهمها مكانية او فوقية منزلة وعظمة وسلطان؟ هذا ليس داخلا في النص. هي ما زادت ان استعملت عبارة او جملة او كلمة من القرآن الكريم. لكن هل في هذا النص الثابت وهو في الصحيح ما يدل على فهمها لمعنى الفوقية؟ يعني انت فهمت معنى ورحت استعملت ما ذكرته ام المؤمنين رضي الله وظننت انك فهمت ايه انها فهمت كما فهمت لمجرد ايه ثبوت النص عنها. يبقى لا بد ان نفرق بين امرين مهمين جدا الثبوت والدلالة. انا اثبت وانت تثبت. لكن السؤال هنا الاثبات يكون على اي وجه؟ على ما اراده الله تعالى الذي قال وما يعلم تأويله الا الله، ام على الفهم الذي خيل اليك؟ اكيد طبعا هنا انت هتقول احنا هنأخذ لأن اللغة العربية لها معاني ولها استعمالات وكيف ينزل الله تعالى كلاما لا معنى له. اقول لك هو نفي المعنى، احنا بننفي المعنى، اسمه تفويض المعنى. تفويض المعنى ليس معناه افراغ او تعطيل النص عن المعنى، وانما نؤمن على المعنى الذي اراده الله وليس على المعنى الذي فهمناه، لاننا لا نفهم الا معنى جسمي ومعنى ابعاضي ومعنى له ايه مسافات وحدود. فنقول كده كما قال السلف استواء كده على المعنى، استوى على عرشه كما قاله على المعنى الذي اراده وخلص. فانت تؤمن بالاستواء مش تنكره، ولكن على اي معنى؟ الذي تفهمه ام المعنى الذي اراده الله؟ وهذا اسلم لك وابعد عن الفتنه وعن الزيغ، لانه تعالى يقول فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وما يعلم تاويله الا الله. يعني يريد ان يقول لك ان المعنى الظاهر ليس مرادا، اما المعنى الحقيقي لا يعلمه الا الله. ومهما بلغ رسوخك في العلم فعليك ان تقول ايه كل، واما الراسخون في العلم فيقول امنا به كل من عند ربنا. هذا هو التسليم وهذا هو الايه التفويض. يبقى كون السلف استعملوها، ما الذي يبين لنا انهم فهموا منها ما فهمنا في هذا؟ هل يستطيع احد ان يثبت هذا فهمهم؟ لا سيما قد عرفنا. واحد ممكن يسألني يقول طب وين اللي يخليك انت تقطع بأن زينب رضي الله عنها لم تفهم الفوقية بمعنى الايه الجهة زي ما احنا فاهمينها؟ نقول لهم تعالى منهج السلف هو كراهية الخوض في ذلك، لأن العبارات التي وردت عنه تفسيرها قراءتها او امروها كما جاءت. بالله عليك لما تكون العبارات دي هي منهجهم العام، فكيف يبقى يفهم منها معنى الجهة او معنى الحدود اذا كان كل كلام يقول لك ايه نؤمن بها كما جاءت وتفسيرها قراءتها؟ يعني معناها ايه معنى تفسيرها؟ كيف تفسيرها قراءتها؟ يعني يريدون ان يقولوا لك لا تفسير لها الا ان تتلوها وتنسبها الى الله كما نسبها الى نفسه دون ان تفهم منها شيء غير اللفظ غير التلاوة.
طب واحد يقول لك طب كيف القرآن فيه كلام مش مفهوم وأؤمن بحاجة ما فهمهاش، قل له غضبت عندك، هو ده الإيمان كده، لأنه في أوائل السور في حروف إيه مقطعة، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف هاء. بالله عليك أنت فاهم حاجة من الحاجات دي؟ مؤمن بأنها من عند الله ولا مش مؤمن؟ أهديك إذا كنت أمنت بالشيء اللي فهمته، يقول لك الله تعالى أنا حديك أشياء مش هتفهمها ولازم تؤمن بها، لأن هذا من عند الله وهذا من عند الله، كل يعني إيه؟ كل من المحكم إيه؟ لأن كل التنوين ده يدل على كلام محذوف، في تنوين اسمه عوض عن إيه؟ عن جملة أو عوض عن مفرد، يعني كل يعني كل من المحكم والمتشابه من عند إيه؟ فزي ما انت امنت بالحروف اللي في اوائل السور ولا تعرف معناها، فكذلك يجب عليك ان تؤمن بايه بهذه النصوص الموهمة ايه للتشبيه دون ان تعرف معناها. اذا فالسلف رضي الله عنهم استعملوها، لكن فهموا منها ايه هذا لا دخل لنا به. فهؤلاء يستدلون لهم المعاصرين بمطلق الاستعمال على كيفية الفهم، وهو أمر زائد على الاستعمال، يعني الفهم ده حاجة زيادة عن إيه؟ عن استعمال له، وليس في عبارتهم ما يفيد كيفية فهمهم لها، يعني ليس في عبارات السلف ما يفيد أو ما يبين لنا كيف فهمها السلف. وكونك تستدل باستعمالهم على فهم لك هذا خارج عن ايه امر زيادة. فهل هم اي السلف اثبتوا الظاهر ام فوضوا معه؟ هذا سؤال مهم. هل السلف اخذوا بالمعنى الظاهر ام قالوا بالتفويض؟ صح، تفويض ايه تفويض المعنى. اذا لا بد من العود الى منهجهم ونشوف كلامهم، كل لفظة جاءت في سياق يخصها ويعين على فهمها فلا يحدث لبس في معناها في اطار سياقها. يعني لو انت قرأت في القرآن الكريم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله، لا يحدث لبس ولا يمكن تفهم من الآية ولا يخطر ببالك أن الله تعالى يريد أن يصف نفسه بأن له يد، والله لا يجي على بالك المعنى ده أبدا. ما اللي يجي على بالك اللي هو المعنى السياق العام، أنه تقرير مبايعة ووضع أيديهم في يد رسول الله هذا أمر خطير أمر عظيم، إن الذين يعني عشان يوفوا، فمن أوفى إيه بما عاهد عليه الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه رسول الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني عاوز يمثل لك أهمية هو ده اللي تفهم، إنما ما يجي في بالك أبدا إنه ده جاءت لتقرير أو لإثبات إيه اليد. ثم بعد ذلك ضم الألفاظ، يعني القرآن ذكرها مفرقة، آية هنا آية هنا كلمة هنا، يجي واحد يعمل لك كتاب وينظمها لك كده بالترتيب، يبدأ لك من الرأس وبعد كده العين وبعد كده اللسان وبعد كده الصدر وينزل لك لحد الرجل، معناها ايه يريد ان يثبت لك ايه جسما. هذه الخطورة هنا، فهذه كلمات متفرقة في نصوص متباعدة في لها قرائن ولها سياق في موضعها، يجب ان تفهم على معنى السياق التي سيقت له، زي مثلا في قولك أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي إنسان يقرأ إذن معناها في حق الله أو يعني ما ارتكبت من معاصي وما قصرت معناها، ولا يتصور أبدا أن الآية تتحدث عن إثبات أن لله جنبا. تب العقل كده، أي واحد فينا له جنبين أو جنب اليمين وجنب الشمال، المفروض يقول إيه لو كان هذا في جنبين مثلا، لو كان المعنى كده فقال لك لم يقل احد لا من السلف ولا من الخلف ان لله تعالى جنبا، حتى ابن خزيمة لما كتب الكتاب اثبات القدم اثبات العين ما قال اثبات الجنب وهي آه نص، ولا قال اثبات النسيان نسوا الله ايه فنسيهم. اذا نرجع الى كلام الائمة الكبار اللي هم السلف، مين هم السلف؟
تعال في منقل نجيب نقول ابن قدامة في كتاب روضة المناظر سواء صفة سائل أو سائل لكن حد تكلم بالطريقة دي صح. شوف كده كلام ابن قدامة من كبار أئمة الحنابلة شوف بيقول ايه الصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان فهذا اتفق السلف على الإقرار به شوف كده شوف كلام بيقول لك اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله شوف كلامه جميل جدا قل فإن الله تعالى ذم المبتغين تأويله ها مش قال كده ابتغاء ابتغاء الفتنة وابتغاء يعني كأنه حشتين مش حاجة واحدة لأنه لو كان في بعض الناس يفهم أنه يبحث عن التأويل أو جمع الفتنة قال لك لا لأنه لو كان أمرا واحدا لقال ابتغاء الفتنة وتأويله يعني كأنه التأويل هو الفتنة إنما هم ابتغاء ويرجع المصدر ثاني وابتغاء إيه يعني كأنه بيبتغي حشتين إذا في واحدة إيه مذمومة والثانية مش مذمومة إنما التركيبة على بعض إيه مذمومة شوف كده فإن الله تعالى ذم المبتغين تأويله وسماهم إيه أهل زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام ولأن في الآية قرائن ايه القرائن الفائدة تدل على ان الله منفرد بعلم تأويل المتشابه وان الوقف الصحيح على قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله ولذلك في بعض المصاحف المطبوعة في باكستان وفي الهند مش مكتوب احنا نكتب كده الوقف ايه لازم نكتب ايه علامة ايه ميم هم ما اكتفوا بالميم ولكن جو كده في هامش المصحف وقالوا كده قس بس هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله إيه القرينة اللي في الآية قال لك قرينة لفظية وقرينة معنوية إيه القرينة اللفظية فلأنه تعالى لو أراد العطف يعني لو كان حيعطف الراسخين في العلم على لفظ الجلالة كان يبقى اللفظ كده وما يعلم تأويله إلا الله ثم يقول والراسخون في العلم ويقولون آمنا به عشان ينتظم الكلام لأنه عدم ذكر الواو ثاني يبقى معناها الجملة دي جملة إيه حالية تمام كده ويقولون آمنا وأما المعنى فلأنه تعالى ذم ده من ناحية اللفظ لو كان لو أراد العطف لجاء بالواو ده من ناحية المعنى قال لك هيحصل فساد في المعنى كيف يحدث لأنه تعالى لو أراد العطف ده في المعنى لقال ويقوله أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل مش كده ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولو كان للراسخين أي التأويل معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما لو كان الراسخون يعلمون التأويل يبقى دي صفة ايه مدح مع انه في اول آية ذم ايه اللي يبتغي مين التأويل يبقى دل على ان الراسخين في العلم ما يعرفوش التأويل ولان قولهم آمنا به لو كانوا يعلمون التأويل ما معنى جملة آمنا به ده تسليم شو كلمة آمنا اقتضاء انه ده تسليم آمنا به كلمة آمنا به يدل على نوع تفويض ليه لأن بعده كل من عند ربنا ولأن لفظة أما اللي فأما الذين في قلوبهم زيغ لا بد لما يجي أما بيقولوا عليها في اللغة العربية أما دي للتفصيل لما يقول أما كذا أما فلان وأما فلان أما أنا أما أنت لكن ذكرت هنا في الآية دي أما مرة واحدة إذا أما الثانية مقدرة فين أما الأولى فأما الذين في قلوبهم زيغ كأن أما الثانية وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ من هم الراسخون في العلم يبقى لماذا لم يقل
المؤمنين عامة. يعني مثلا لماذا لم يقلوا أما الذين يؤمنون أو ليس في قلوبهم فيقولون آمنا به. وذكر الراسخين ليقول لك أن مع رسوخهم وقدمهم الثابتة لم يصلوا إلا إلى التفويض والتسليم، فأنت يجب عليك أن تكون متبعا لهم، لأنهم مع رسوخهم لم يبلغوا ما إيه ما تطلبه أنت، فكان هم من باب أولى. فقال من راسخون قالوا آمنا، يجب عليك أنك أنت إيه تحترم نفسك وتسلك إيه مسلك هؤلاء الذين قالوا هذا. الغلبة أما الثانية مقدرة، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ ومن وصفهم بابتغاء التأويل يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول. فإن قيل أهل السؤال احنا سألناه وجاوبنا عليه، كيف ربنا يخاطبنا بما لا نعقل، وكيف ينزل على رسوله ما لم نعلم تأويله؟ الجواب أننا نكلف بالإيمان بما نعرف وبما لا نعرف اختبارا لطاعتنا، كما اختبرنا الله تعالى بإيه بالحروف المقطعة في أوائل السور. ده الكلام اللي نقلناه، كلام مين ده؟ ابن قدامة. في كلام موجود عن الإمام الشعبي ومن أئمة السلف أنه قال لما سئل عن الاستواء قال هذا من متشابه القرآن ولا نتعرض لمعناه. هذا من تعالى الإمام الشافعي، شوف في سنة كام الإمام الشافعي؟ 204. قال عنه ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى بيقول كده لما سئل الشافعي قال آمنت بالله، كلام الإمام الشافعي وفي الفتاوى بتاع ابن تيمية، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني مش على فهمي أو على علمي، وإنما على إيه؟ ولذلك قالوا مذهب السلف أسلم. ليه؟ لأنه إحنا تركنا المسألة لمين؟ وآمنا بها لم ننكرها. قال ابن تيمية، شوف بيعلق على كلام الإمام الشافعي، فقال إيه؟ قال ما قاله الشافعي حق، ويجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بما يخالفه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. هذا عوزية ثانية سمكين. بعدين أبو عبيد القاسم بن سلام قال الخطابي في معالم السنن قال نرويها اللي هي النصوص دي ولا نعرف لها المعاني. والإمام أحمد نفسه الذي يدعي بعض الناس أنه بيقول الإمام أحمد متوفي سنة كام؟ 241. نقل عنه ابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا معنى، نص عبارة الإمام أحمد ونقلها ابن قدامة، نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا إيه ولا معنى، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه رسوله بلا حد ولا غاية، ولا نتعدى القرآن والحديث. شوف العبارة بتاعت الإمام أحمد يجي فهمها فهم صحيح، بعض الناس يدندن حولها. هو الأول قلنا دي مش صفات وإنما دي إيه؟ إضافات، لكن تجدهم يقول لك إحنا نصف الله بما وصف به نفسه، وتجد أحدهم يكتب كده استوى على عرشه بذاته. قل له تعالى يا كذاب، أين توجد كلمة بذاته في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ أنت لو اختصرت على اللفظ القرآني ما أحد يستطيع أن يتكلم معك، لكن كيف من أين جئت بكلمة بذاته؟ لدرجة أن بعضهم كان لما يقطع يكتب اسمه كده، انت تكتب مثلا على الفقير اله يقول عبد المستوي على هي استوى. هل قال الله تعالى مستوي؟ يعني ما تجيبش منها اسم فاعل ولا اسم مفعول، تستعمل يعني قال استوى. هل قال يستوي؟ هل قال مستوي؟ اقتصر. انت الاول وضعت قاعدة ثم ايه نقضتها. انت تقول بما وصف به نفسه، فيجب الاختصار على الايه على الوارد على العبارة القرآنية، لا نشتق منها، ما نجيبش مشتقات ولا نجيبش الكلام المفرق. يعني هل كان ممكن القرآن نزل كده سورة اسمها كده
صفات الايه اسمه صفات القدريه او لا سوره كده يسميها كده صفات الله ويجيب فيها القدم وبعض لو اراد ذلك، لكن جاء القران بها متفرقه في نصوص، فلماذا تجمعها؟ يعني هل يجوز جمع ما فرقه الله او تفريق ما جمعه الله؟ هذا بدعه. لو اراد الله ان يجمع لجمع، فهو فرق، فانت تجمع كم ممكن تجيبهم في ايه واحده او في صوره واحده. الامام الاشعري توفى سنه كام؟ رضي الله عنه 334 او 333. الاشعري ده هم يقول لك احنا نتبع السلف، تسالهم مين هم السلف؟ يقول لك القرون الثلاثه. بس الحمد لله الاشعري داخله والامام احمد داخل، الامام الشافعي داخل، يعني معناه يجي بعد كده عند الناس القرون الثلاثه وممكن القرون الخمسه الاولى هم الايه؟ السلف. طب الائمه الاربعه كلهم في القرون الثلاثه ولا بعدها؟ في القرون الثلاثه المشهود لها بالخيريه، يعني معناها هم من السلف قطعا. كيف نجعل واحد في القرون الثلاثه الاولى ليس من السلف ثم ناتي بواحد في القرن الثامن او في القرن التاسع او في السابع ونقول ده من السلف؟ يبقى مين الاولى؟ اللي في القرون الاولى ولا اللي في القرن السابع؟ يبقى اذا لم يكن القرون الاولى سلف يبقى من هم السلف؟ طب واذا كان دول سلف يبقى اتباعهم واجب ولا الخروج عليهم واجب؟ اتباعهم واجب. شوف الامام الاشعري بيقول ايه؟ استوى اهل المسجد في الابانه، عارف الابانه ده؟ طبعوه كان طبع وحذف النصوص دي مش محذوفه. ربنا قيد واحده كان مش رجل مش ذكر انثى، كان دكتوره فوقيه حسين محمود، جابت النسخ المخطوطه المعتمده الاصليه اربع نسخ وحققت عليها الكتاب وارجعت النصوص الايه؟ المحذوفه، من ضمنهم هذا النص: استوى على عرشه كما قال. تمام كده؟ هل احنا كده انكرنا الاستواء؟ هل عطلنا الصفه؟ ده نقول استوى كما ايه؟ قال. ويا ريت هم قالوا كما قال، ده هم قالوا مستوي وهذا ما قال، وهم قالوا بذاته وهذا ليس كما قال. يبقى مين المتبع؟ استوى على عرشه كما قال وعلى المعنى الذي اراده. ده احنا عطلنا كده؟ ما قلنا على المعنى الذي اراده. استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل ذلك محمول بلطف قدرته، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى. يعني شوف هذه نص وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد. هذه عبارة، هل فيها تشبيه؟ هل فيها شيء؟ يعني الامام ابن عطاء الله لما قال كده اذا كنت ايه انت يعني المعاصي او الشهوات تحجبك عن مشاهده او عن مراقبه الحق سبحانه وتعالى، لانه ايه الحديث كده اعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه. قال كيف يتصور ان يحجبه تعالى شيء؟ كيف انت تتصور انه في شيء يحجب الحق عن رؤيتك او عن مراقبتك؟ وهو ايه الذي ظهر بكل شيء، وهو ظهر في كل شيء، وهو اظهر من كل شيء، ولولاه ما وجد شيء، وهو اقرب اليك من كل شيء، وهو الواحد الذي ليس معه شيء. قال كيف تتصور انه في تعالى ابو جعفر الطحاوي اللي هو العقيده الطحاويه المعتمده وما حدش بيتكلم فيها ولا بينكرها ولا كلام وكله بيستدل بها، لكن ابعد عن اللي فيها شرح مين؟ ابن ابي العزه، عشان في كلام خليك في الايه؟ في العقيده الطحاويه نفسها اللي هي المثل. ابو جعفر الطحاوي بيقول كل ما جاء من الحديث الصحيح فهو كما قال ومعناه على ما اراد، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا،
فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ورسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. من الذي يعلم حقائق هذه الأمور؟ مش منزلها سبحانه وتعالى؟ وهو القائل في كتابه ليس كمثل شيء، وهو القائل رب السماوات والأرض وما بينهما هل تعلم له سميا، وهو القائل ولا يحيطون به علما. فكأنك إذا فهمت معاني هذه النصوص أنت بتعارض النصوص أخرى في نفس القرآن ولا يحيطون به علما، إذا أنت كده عندك إيه إحاطة أو عندك فهم، إذا أنت عرضت نص إيه آخر. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين وفخر الدين الرازي في كتاب أساس التقدير قالوا هم الاثنين كده عبارة: المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله فيها غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها ولا يجوز الخوض في تفسيرها. ومعهم مين بعد كده؟ الإمام النووي وابن دقيق العيد والذهبي وابن رجب الحنبل في رسالة اسمها فضل علم السلف على الخلف، وابن خلدون في المقدمة، الإمام السيوطي في الإتقان، وملا علي قاري في مرقاة المفاتيح، والألوسي في روح المعاني، والزرقاني. شوف جبناهم احنا واحد واحد من ايه، من أي من بداية من الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أحمد. طب دول علماء الأمة سلفا وايه وخلفا، يبقى دول فين ال 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 فين طلع عندهم لغط في العقيدة؟ كيف يطلع عندهم؟ احنا كده معناها ان اذا لفي ضلال وسعر، اذا كان احنا مش يعرف ما ينفعش كده. الامامة الامام بها كما جاء، وتفويض علم معناها الى الله سبحانه وتعالى، وتفسيره ايه تلاوتها امروها كما جاءت. حتى العبارة قال لما ابن سأل الامام احمد عن يد الله قال: يا بني قلت آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا إيه بلا تمثيل وعلي ضمانك يوم القيامة، يعني صدق على إيه على المعنى الذي أراده الله تعالى، هذا أسلم وأبعد لك عن كل إيه اتهام أو شك أو زيد أو انحراف. إذا كان من وصفهم الله تعالى بأنهم راسخون في العلم ومع رسوخهم وعلو قدمهم وثبوتها يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولو كان لهم علم في التأويل لا جاي معنى عبارة يقولون آمنا به، رغم أنه غيرهم غير الراسخين أيضا يقولون آمنا. يعني احنا مثلا ناس عاديين لا عندنا رسوخ ولا عندنا قدم ثابتة ولا ومع ذلك بنقول ايه آمنا. طب والراسخ يقول ايه آمنا، يبقى معناها ده التسليم من الكبار، الكبار فوق خالص هم الراسخون، يبقى من باب اولى الصغار ان يقولوا هذا القول. يبقى معنى ذكر الراسخين دون غيرهم لان غيرهم يجب ان يكون ايه تابعا لهم في التسليم والإيمان بهذه النصوص كما جاءت عن الله تبارك وتعالى. لو كان علمها معروف الصحابة أكثر من تعليمها للمبتدئين ولغيرهم ولكذا، لكن هو ما كان الصحابة يتبك على وجه الحقيقة وكان على وجه المجال. أنا قلت لك الآن الذي ورد عن الصحابة هو استعمالهم. وسيدنا عمر لما أصدر سمع تفسير قولي الرحمن الرحيم ورد عن الصحابة إيه استعمالهم لها، لكن لم يرد عنهم فهم فيها. احنا عملنا ايه جئنا بهذه النصوص التي استعملوها ونحن فهمنا منها فهما، فظننا انهم باستعمالهم قد فهموا ما فهمنا. وجئنا هم المنهجية غير صحيحة، لم يفرقوا بين الثبوت وبين الدلالة، كونها ثابتة على العين والرأس، لكن كونهم أنهم استعملوها وفهموا منها ما فهمنا هذه هي المشكلة. مرة كان في مسألة بسيطة اللي هي مسألة يعني مثلا ما يذكر الآن من إيه
من تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ده ايه يدل عليه؟ يدل على الايه؟ الخطأ في هذه الفتوى بأمر بسيط جدا، لأن السلف رضي الله عنهم لم يفهموا من الحديث فهمنا ده مغاير لفهم السلف، والفتوى منهم عكس ما يقال اليهود، عكس تماما. أو تعالى في المدونة الإمام ما يقول: كان مالك يصلي والقبور بين يديه وعن يمينه وشماله وأمامه، وكان لا يرى بأسا بالصلاة في المقبرة. أو ده كلام مين؟ الإمام مالك رضي الله عنه. وحتى عند الشافعي قالوا إنه العلة كراهة في المنبوش حتى النجاسة، قالوا كده في المنهاج. وهذا في غير قبور الأنبياء، لأن من اعتقد أن الأرض تتنجس بقبور الأنبياء فقد كفر، إن ربنا حافظ إيه أجسادهم. حتى الحنابلة قالوا إن المقبرة دي لازم تكون ثلاث قبور فأكثر، إنما أقل من ثلاثة لا يطلق عليها لا لغة ولا عرفا اسم المقبرة. يبقى الورد عن السلف وموجود الآن غير ما يقال اليوم. يعني احنا نفتي ونقول بأشياء لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولم ترد عن السلف الصالح رضي الله عنه. يعني إذا تعالى مثلا كده نقوله نقل بسيط عن أئمة السلف وعن فهمهم لهذه النصوص. عندك الإمام مالك ذكر من النقل المذهب الحنفي قالوا تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي، بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه. شوف لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره. إذا القضية في يد ربك إنه عشان متعلقة بالخشوع مش متعلقة بإيه، كأنه حاجة حتشغل المصلي، كأنه قدامك مثلا شيء كذا يعني. فإذا كان القبر خلف المصلي وهو مستقبل القبلة فلا كراهة، فانظر كيف جعلوا علة الكراهة اشتغال المصلي بالقبر وعدم الخشوع، ولم يقولوا تكره الصلاة بسبب إيه؟ عبادة القبر. قالوا يعني عشان يكون في صلاته إيه خاشع، وهذا يتحقق لو كان أمامك مرآة، لو كان أمامك أي شيء يعني كذا هيشغلك عن الصلاة. الشافعية قالوا تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة، سواء كانت القبور أمامه أم خلفه أم عن يمينه أم عن شماله. أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل فباطلة لوجود النجاسة بها. باب الحنابلة قالوا أقل من ثلاث قبور ما بقاش مقبرة، يعني لو كان قبر واحد ما فيش مشكلة، إنما ما تكون إيه مقبرة فيها مثلا من زمان بيدخلوا فيها. وعللوا ذلك بأنه لا يتناولها لا في اللغة ولا في العرف اسم الايه؟ اسم المقبرة، وذلك إذا لم يستقبل المصلي القبر، فإن استقبله كانت الصلاة مكروهة. يبقى من هنا نعلم أن القول ببطلان الصلاة في المسجد الذي فيه القبر لا أساس له من الصحة، بدليل النقول. وعند في الإمام البخاري نفسه ترجم في الصحيح باب هل تنبش قبور المشركين من أهل الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد، وما يكره من الصلاة في القبور. يقول لك شوف البخاري بيعلم، شوف فهمه الحديث. رأى عمر رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي عند قبر. سيدنا عمر شاف مين؟ فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. استنبط منه إيه؟ تمادي أنس في الصلاة، ولو كانت الصلاة فاسدة أو باطلة لقطعها وإيه؟ واستأنف. والبخاري هو نفسه الذي روى حديث لعن الله الإيه؟ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا هذا الحديث لما احنا نفهم منه الفهم اللي احنا فاهمينه الآن إنه ده عبادة للقبور وشرك وكفر إلى آخره، كيف يتفق هذا مع ما ثبت في حق هذه الأمة من أنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها أشرف الأمم، وأن الله تعالى جعلهم شهداء، وكذلك جعلناكم أمة وفرة،
وكيف يتفق هذا مع إجماع الأمة من أولها إلى آخرها على بناء المسجد على قدر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور الأنبياء الأولياء والصالحين، ومعنى كده أنها ضلت وارتدت وعبدت القبور، فهذا فهم يؤدي إلى تكفير الأمة وتفسيقها وتضليلها، وهذا أيضا غير الفهم الذي فهمه السلف الصالح بدليل وجود الفتوى منهم على عكس ما يقال اليوم. يبقى الكلام كله راجع في الكلام في الكراهة على خوف نجاسة، أو أن القبور ليست محلا للعبادة أو من باب سد الذريعة. يبقى إذن يا إما خوف نجاسة أو إيه، القبور ليست محل للعبادة كما قال تعالى وإيه واجعلوا بيوتكم قبلة، لأنها مثلا أن تشبه باليهود، لأن البيوت التي ليس فيها صلاة شأنها شأن المقابر، لهذا الإيه؟ لهذا السبب. وقال ابن عبد البر في التمييز، كلام ابن عبد البر جميل جدا، بيقول إيه في حديث أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. قال وقد احتج من لم يرى الصلاة في المقبرة ولم يجدها بهذا الحديث وبقوله إن شر الناس الذين يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. شوف بيقول ابن عبد البر، يقول هذه الآثار قد عارضها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وتلك فضيلة لرسول أن الله تعالى جعله الأرض كلها إيه؟ مسجد، وتلك فضيلة خص بها رسول الله، ولا يجوز على فضائله النسخ ولا التخصيص ولا الاستثناء. يعني ما ينفعش نستثني ولا نخصص، ده فضيلة لرسول الله، وذلك جائز في غيرها إذا كان أمرا أو نهيا. يبقى إذن ده نقول الإيه السلام. هيبقى إشكال هنا مهم، واحد يسأل يقول أيضا معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ليس معناها إنهم بنوا على القبور بتاعت الأنبياء والصالحين مساجد، لأنه لو كان المعنى هذا حد خطأ في اللغة، والرسول صلى الله عليه وسلم حاشا أن يخطئ في اللغة، كان قال إيه اتخذوا على قبور أنبيائهم، كما قال تعالى في الآية بتاعت الكهف لنتخذن عليهم مش لنتخذنهم. يبقى لو كان المراد بناء القبر كان في الآية إيه؟ ها كان الحديث اتخذوا إيه على، إنما المنهي عنه في الحديث اتخاذ القبر مسجدا أي موضعا يسجد إليه أو له، سواء كان هناك بناء أو لم يكن. يعني ممكن أنت تتخذ القبر مسجد حتى من غير ما تبنى عليه، بمعنى أن تجعله موضع للسجود، هو ده المعنى ليه الصحيح. يبقى لفظة اتخاذ القبر مسجدا معناها جعل القبر نفسه محلا للسجود عليه أو إليه أو له، خضوعا وخشوعا يشعر بعبادة وتعظيم صاحبه. ده المعنى اللي فهمته السيدة عائشة رضي الله عنها، بدليل أنها قالت إيه ولولا ذلك في آخر الحديث أبرزوا قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أي إيه، لو فهمت السيدة عائشة معناها بناء المسجد ما كانش الصحابة أو التابعين بنوا بعد كده المسجد على القبور الثلاثة، إنما شوف فهمها قالت إيه لم يجعلوه بارزا. ليه؟ حتى لا اتخذ مسجدا بمعنى يسجد له، كما في قوله تعالى كما في قول فضلك اللهم لا تجعل قبر إيه وثنا يعبد. إذا معنى السجود له يعني هو عبادة إيه المقبور أي صاحب القبر. إذا معناها اتخاذ القبور مساجد أي جعلها موضع يسجد له المصلي تعظيما وعبادة، وهذه هي عقائد من اليهود والنصارى. وفي هذا دليل على أن قبر صلى الله عليه وسلم محفوظ من الوثنين، إذا كان ودعا قال اللهم لا تجعل إيه قبري وثنا يعبد. السؤال هنا لو كان ما يحدث عند قبر صلى الله عليه وسلم من الشرك والعبادة والكفر، إذا معنى كده أن دعاءه صلى الله عليه وسلم غير مستجاب، وإذا كان الدعاء مستجاب هذا تكذيب لما يدعونه. إذا كان الدعاء فإما أن يقولوا أن الدعاء غير مستجاب تبقى مصيبة كبرى،
وإما أن يقولوا مستجاب ومعناه إيه؟ يقروا على أنفسهم بالخطأ في إيه؟ في فهم الحديث. ولم يرى من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إدخال القبور الشريفة في المسجد، ما رأوا ذلك مخالف للدين، ولكنهم أداروا حيطان كذا مرتفعة وحرفوها حتى التقط، فأصبحت القبور مثلثة حتى لا يتسنى لأحد استقبالها، يعني جو من ناحية القبلة، يعني مثلا لما تيجي تقف تسلم كده في المواجهة الشريفة تبقى القبور كده في متساوية، إنما من الخلف مثلثة بمثلث، والتقى زاوية المثلث، فلما يقف ما يتسنى الاستقبال لأنه ليس مستقيم، وإنما في انحراف من الكلب، هذا في الحجرة الداخلية اللي جاء زنكي محمود نور الدين زنكي وأغلقها بعد القصة اللي حدثت من الجماعة اللي هم كانوا يريدوا حفر الاسترداد وأغلقت ولم تفتح، إنما الموجود الآن ده الحجرة الخارجية، إنما الداخلية مغلق ما حدش يدخلها ولا حد يشوف فيها إيه. وابن حجر قال كده في الصحيح في الشرح فتح الباب يقول لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة لعنهم ولعن من فعل فعلهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما نص كلام ابن حجر فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم ولا للتوجه فلا يدخل في ذلك الوعيد. نص كلام ابن حجر في فتح الباب. يبقى المراد عبادة يعني مساجد ليس معناها بناء مسجد انما معناها يسجد لها، هذا هو تعريف معنى كلمة مسجد، لانه كلمة مسجد اسم ده اسم مكان مسجد، وممكن يكون اعضاء يعني موضع السجود او اعضاء السجود التي يسجد بها الانسان، فهي مساجد يعني يسجد بها لله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ اذا احنا وقفنا الان على صفة الوحدانية مش هتكلم ثاني. المفسرين يستدلون بقول الإمام مالك الاستواء معلوم، يقول لك هو الإمام مالك بيثبت المعنى اللغوي. لا احنا نفهم كل ما ورد سلف في هذه القاعدة المنهج اللي احنا وضعناه ان تفسيرها تلاوة تدرس ونمسك عن معناها ولا نتكلم فيها. ما ورد عن الإمام مالك معلوم اي في وروده او في ذكره في كتاب ليس في معناه، الاستواء معلوم. اقرا اللي بعدها فيه والكيف غير معقول والسؤال عنه كيف يبقى كيف يقول كلام ينقض اذا كان يبني السؤال بالمعنى الذي يفهمونه، ما معنى السؤال عنه بدعه وما معنى الكيف غير معقول او الكيف مجهول، والعبارة دي وردت قبل أن تذكر عن الإمام مالك مذكورة عن أم سلمة وكيف عنه مرفوع وشيخ مالك وفي رواية ثانية بتاعت أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة جاي فيها والاستواء مذكور يعني مذكور في كتاب الله، وكلمة معلوم تساوي كلمة مذكور مش معلوم يعني معناه، وإلا ما كانش إحنا وقع إذا كانت كده بالبساطة دي يبقى كله مقلب من هذا ملوش أي رد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.